أصدقائنا هذا التلفريك اللي موجود في تشيرموك، منتجع تشيرموك. اليوم الطريق مع شلال مقطوع بسبب كثرة الثلوج، لذلك اضطرينا أن نصعد فوق الجبل بواسطة هذا التلفريك. تلفريك طبعا مشهد رومانسي رائع، إذا تشوفوه ما أقدر أوصفه. أنا الجو شوية بارد، أنا هسه أصلا ما لابس كفوف عادي، نعم أصابع شوية بردانة. لا دوزين قاعد اعتيادية. السلام عليكم. وهذا صاحبنا السايق بصفي قاعد. هذا المشهد الشتائي مال منتجع جيرموك. جولتنا اليوم الى جيرموك، راح نبقى هنا ليلة وباكر نستمر الرحلة مالنا الى داتيب. داتيب طبعا يبعد 250 كيلو متر عن العاصمة الارمينية يريفان. في داتيب يوجد اطول تلفريك بالعالم، التلفريك الذي دخل كتاب غينيس للارقام القياسية. يبلغ طول التلفريك 5700 متر، اعلى ارتفاع يوصل اليه بحيث يعبر فوق الوديان والجبال. يكون عمق الوادي تحت التلفريك اعمق نقطة 350 متر. هسه وصلنا اعلى نقطة، راح ننزل هنا ناخذ بعض الصور ونرجع. وين ابو الشباب؟ وين شلونكم مرتاحين؟ بارد الجو؟ الجو على كيف كيف، على كيف كيف. والثلوج؟ ميرو بهلا هسه فيديوية. فيديوية هسه. النكارين. احنا الاخ عامل التلفريك اللي يشتغل فوق.